السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن الـ Force Field Analysis بمظهرها برمز FFA. الـ Force Field Analysis ده تولز بسيطة جدا، تقريبا مش تاخد منها 5 دقايق في الشرح، وبتستخدم في معظم المشاريع اللي لسه هنبدأها أو عشان نشوف الوضع الحالي ماشي ازاي. خلينا ندخل على الـ Definition ونعرف ايه هو استخدامه. هنا في التول ده الـ Force Field Analysis أو الـ FFA دي تولز بتساعدني كفريق او كمجموعه ان انا ايدنتيفاي ذا فورسز ذات سبورت، وكمان الفورس اللي بتعمل كونفليكت. يعني بكل بساطه لو احنا شفنا في الرسمه اللي هي في السلايد اللي قبلنا، كان في كره في النص هو ده الهدف، وفي حاجات او قوه بتدفع الكره دي او بتحاول تدفع لي الهدف ان هو يتحقق، وفي عوامل ثانيه بتمنع الهدف او بتعوق الهدف. طيب هنا هندرس الاسباب او العوامل اللي بتساعدني ان انا احقق هدفي هي الاقوى، ولا الاسباب او العوامل اللي ممكن تعطلني من تحقيق هدفي هي الاقوى، وبالتالي ان انا اقدر احدد هل هينفع اكمل في الموضوع اللي انا عايز اعمله ولا لا. خلينا نخش على السلايد الجايه ونشوف مثال يوضح اكتر الكلام اللي بنقوله ده. في المثال اللي قدامي ده زي ما احنا شايفين عاملين مثلا درايفنج فورس على الشمال باللون الاخضر، ودي اللي هي العوامل اللي هتساعدني على تحقيق هدفي او الخطه بتاعتي، سواء الحاجه دي حاجه في المستقبل او حاجه في الوضع الحالي. وعلى اليمين في السهم اللي باللون الاحمر، وجواه العوامل اللي بتعطل او بتعوق تحقيق هدفي او بتعوق عمل او حاجه انا بعملها في الوقت الحالي. يبقى اذا التولز دي بتستخدم في حاجة شغالة حاليا أو حاجة في المستقبل أنا ناوي أعملها أو من أهدافي. بندرس إيه العوامل اللي بتساعد وإيه العوامل اللي بتعطل أو هتمنعني، وببدأ أوزن الموضوع وأشوف إيه فيهم الحاجة اللي هتنجح. والله لو الحاجة اللي هو الدرايفنج فورس دي اللي نجحت، إذا بكمل في اللي أنا بعمله أو بكمل في المشروع اللي هعمله. لو العوامل اللي هتمنعني هي اللي نجحت، يبقى من الأول أوفر وقتي وأوفر مجهودي وأوفر مجهود الفريق اللي معايا، وأشوف موضوع تاني يقدر يتنفذ أو يكون سهل أو يمكن أو إن احنا نستطيع إن احنا نقدر ننفذه، ما يبقاش فيه يعني موانع قوية تمنعنا أو تعطلنا في نص المشروع. هو ده كل الموضوع، هو الفورس فيلد أناليسيس. أنا بدرس العوامل اللي بتساعدني والعوامل اللي بتعطلني. إذا كان الحاجة اللي هتعطلني حاجة كبيرة جدا ما أقدرش إن أنا، يعني مثلا الإدارة نفسها العليا رافضين المشروع، خلاص يعني ما فيش أي، يعني حتى لو بدأت فيه هيوقفهولي، وما ينفعش إن أنا أبدأ بدون موافقة الإدارة العليا. يعني في حاجات ممكن يكون سبب واحد بس يعطلي الموضوع، حتى لو عندي 100,000 سبب يساعدني إن أنا أمشي في الموضوع ده. مثال، ولكن إحنا بنبدأ حتى لو يعني مثلا زي ما إحنا شايفين في المثال اللي قدامنا، عندنا 4 عوامل بيساعدوني وعاملين بس بيمنعوني، ولكن مش بالعدد ولكن بتقل كمان كل واحدة فيهم. دي تقلها قد ايه؟ دي بترجع للحكم بتاع الفريق كله او تفكيرهم مع بعض، وبيبدأوا يحكموا نبدأ ولا ما نبدأش. بكده نكون انتهينا من المثال بتاع الفورس فيلد اناليسيز او تعريفه ايه. زي ما قلتلك هي تولز سهلة جدا جدا. وفي النهاية بحب اشكر كل الناس اللي شافت الفيديو للاخر، و اتمنى يكون كل الناس استفادت، واتمنى الناس كلها تعمل شير للفيديو وتعمل انفيتيشن لزمايلهم للصفحه عشان يشوفوا بقيه الفيديوهات. شكرا لكل الناس اللي متابعينا، واتمنى اشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.